بسم الله الرحمن الرحيم. خلنا نبدأ مراجعة شوية على المجموعات. هاي عندكم ثلاث مجموعات مكتوبات A B C ألف باء جيم سين صاد عين. عندكم إياه مين يقول لك بنظلل المجموعة A اتحاد مجموعة B؟ هاي خلنا نختارها A كلها وتحتيها وB وB الباقي كلها مرات هي بدك تظلل كل هاي الدائره شو سوليوشن مزبوط شغلنا صح. طيب شو بده طلعوا السؤال طلعوا شو عليه المنطقه هاي يعني وين اظلل هاي بي وهاي سي بس مظبوط. دكتور ليش ضللنا هي مع هالقطعه وبده بس هيك قطعه بده هاي شايبين بس سوى عليك ايه مش شايفتيها اه. طيب شو بتضللي المنطقه تحت بتضللي هاي وهاي صح؟ هيك يلا مين يضل لنا هاي؟ هاي اتحاد سي ايه اتحاد سي يعني كل ايه اتحاد سي هاي خلنا نضل هاي ايه كلها تطلعك بتطلع على ايه ضللت كل ايه وكل سي ضللتهم من انا بضل بدنا اياهم هذول اثنين تقاطع يعني المشترك مع بي. خلينا نغير بي نحط لها خط ثاني هيا ليش كل بي انا ظللت كل بي انا شو بدي من هنا هذول كلياتهم بدي المنطقه اللي مر عليها الخط مرتين اللي تشبكت هاي معنى التقاطع بعيد انتوا شايفين شو بسوي انا ظللت ايه كامله خلينا نعمل كلير أنا بدي A اتحاد C يعني بضلل A كلها مع C مع C كلها هاي أنا بفسر واحدة واحدة الآن بدي أغير النمط بدي أغير الرسمي بدي أختار هاي مثلا أو هاي بصير أي واحدة منها غيرتها ليش غيرتها؟ لأن بدي أسوي B شو يعني B؟ يعني ظلل B يلا هاي ظلل B لا بس خلينا نغير نعمل كلير معليش نعيد اختارها A اتحاد C يعني ظلل A وظلل C غير النمط تاعها B يعني ظلل B ظللت B مين المنطقة اللي الخط تشابكوا فيها الخطوط تشابكوا فيها اللي بالنص إذا هي التقاطع هذا اللي أنا لازم أظلله بس والباقي المفروض ما يظلل المفروض ما يظل طب ليش عملت هيك انت عشان أنا يعني انا مش عارف شو الجواب صراحه فشو بعمل بمشي وراء العباره من اولها لاخرها اذا لو عملنا كلير هنا ورجعنا ظللنا صح هذا الجواب النهائي خلاص لا هذيك شو كنت اسوي فيها هذيك كنت بوريك انا كيف بفكر في السؤال بوريك كيف بفكر في السؤال خلينا نتاكد اللي وراها اختار هذا A اتحاد B يعني كل A وكل B وبعدين اتحاد C يعني وكمان هذيك يعني لو غيرنا لونها لو غيرنا لونها كمان لسي في هاي الحالة راح اختار كلهم سواء مريت عليها مرة أو مريت عليها مرتين خلينا نشوف السوليوشن كلهم أول شيء شوف A ظلل A شوف أنت هيك بمشي فيها A يعني ظلل A هاي A غيري بس الشكل أنا بدي أظلل بدي أختصر شوي B تقاطع C بدي أظلل بس B تقاطع C
وبدي اغير الشبكه وين بي تقاطع سي يعني هذه طب انا اللي بدي اياها بدي اتحاد ولا تقاطع يعني بدي المنطقه اللي تكررت بين الثنتين اللي صار زي الشبكه اذا مين بدي اضللها فعليا بس اللي بالنص هاي اذا خلينا نعمل كلير نعمل شو بروبلم نضلل بس شو سوليوشن 100% اللي وراها هاي سنة الامتحان هيك بيجي في الامتحان شو رايك هذا صعب ها لا هذا التدريب صراحة لا لا ان شاء الله ما بتعيدي ولا مرة يلا اي اتحاد بي اتحاد سي يعني ضللهم كلهم خلنا نختارها ناقص يعني شيلهم يعني ما توسع ظلم ولا ايش المنطقة النص لا طلع بالصح كلامك لا المنطقة النص ليش لانه هاي مش نفسها هاي التقاطعات يعني بديها في البيت بدي يطلع الجوابك تظل اللي برا ما عدا التقاطع اللي بالنص المشترك كله مشترك يعني ناقص إنه موجود في الأولى مش موجود في الثانية الناقص يعني موجود في الأولى مش موجود في الثانية بالضبط طيب next problem إيه اتحاد بي يعني هاي تقاطع يعني مشترك متمم سي طب وين أظل المتمم سي يعني برا سي برا سي يعني هون وهون 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 هذا كله اسمه برا سي يعني دائرة سي تتركها وتظل برا الرابط اللي بينهم ايش التقاطع يعني بدي اللي تكرر اللي صار شبكي مين اللي صار شبكي هاي معها اذا خلينا نعمل كلير ونتذكر انه هاي وهاي وهاي اللي بنضللها مية بالمية وصلت حلو هذا النشاط بحط لكم اللينك هذا على الموقع تقدروا تفوتوا تدربوا عليه تدربوا كمان على أشياء ثانية غيره فشيء كثير حلو هو موجود وإلى علاقة بمادتنا بشكل قوي صراحة طيب نرجع للموضوع إحنا وصلنا وين عند العلاقات عند العلاقات تعريف العلاقة ببساطة هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن مجموعة جزئية من حاصل الضرب الديكارتي هاي معنى العلاقة مين بيقدر يطلع لي حاصل الضرب الديكارتي لسين في صاد المثال اللي قدامكم اكتبوها عندكم على الدفاتر يلا سين ضرب صاد سين هي 1 2 3 صاد 1 2 3 4 بدنا نطلع حاصل الضرب الديكارتي شو سمينا هذول؟ بالضبط كم واحد بيطلعوا يعني كثير؟ شو بلاحظة إن هي 12 منين إجات؟ المجموعة الأولى كم عنصر فيها؟ ثلاث المجموعة الثانية كم عنصر فيها؟ ثلاثة أربعة بيطلعوا 12 هذه بسموها مجموعة أزواج مرتبة هاي بسموها علاقة أنا ممكن أنطلق إنه العلاقة هي عبارة عن مجموعة جزئية من حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين كيف بنمثل؟ أنا مش ضرب عادي لما نتكلم عن المجموعات الضرب معناته أزواج مرتبة مش الضرب اللي هو واحد ضرب واحد واحد ها مش عملية الضرب اللي على أعداد
الآن هذه المجموعة بإمكانها يمثلها بعدة صور. الصورة الأولى إن أعملها على شكل مخطط سهمي. باجي بعمل هيك مجموعة بسميها سين. بعمل مجموعة هيك بسموها صاد. بقول واحد اثنين ثلاث. واحد اثنين ثلاث أربعة. الواحد بيطلع منه سهم وين بروح؟ يعني الواحد ارتبط مع الواحد. الواحد ارتبط مع الواحد مع الثلاث. الواحد مع الأربعة. قيس كمل. اثنين مع مين؟ اثنين مع اثنين. اثنين مع الثلاث. اثنين مع الأربعة. ثلاث مع الواحد. ثلاث مع اثنين. ثلاث مع الثلاث. ثلاث مع الأربعة. هاي نفس العلاقة بس مثلتها بمخطط سهم. المساقط الأولى المجموعة سين راح نطلق عليها لقب وهاي شو نسميها؟ هاي مصطلحات أساسية. مدى مجال، مجال مدى. طيب ممكن نمثلها بطريقة ثانية على شكل رسم بياني. بنحط دائما المجال على المحور الأفقي بنسميه محور السينات، والمدى أو المجال المقابل على الصادات. إذا هون بنكتب واحد اثنين ثلاث. هون بنكتب واحد اثنين ثلاث أربعة. وبنمثلهم على شكل نقاط. كم نقطة لازم أرسم في هالحالة؟ 12 نقطة. بصير أعكس، يعني بصير أخلي سين هنا، عفوا صاد هنا وسين هنا. لا لا لازم الترتيب. شكل اسم أزواج مرتبة. طب إذا بدي أعكس شو لازم تكون العلاقة؟ صاد في سين، مش سين في صاد. لذلك أنت سيادة إحنا لما كتبنا مثلا العلاقة سين في صاد، خلينا نأخذ يعني جزء منها. إذا متذكرين أخذنا واحد وواحد، واحد واثنين إلى آخره لعند واحد وأربعة، صح؟ وبعدين كملنا. أنا ما بكتبها كلها بس كملنا. طب لو قلنا لكم جيبوا لنا العلاقة العكسية تاعتها. العلاقة العكسية يعني صاد في سين. لو سمينا هاي العلاقة عين مثلا للاختصار، مرات ما يكتبوا سين في صاد بيكتبوا عين تساوي. العلاقة عين تساوي ممكن احكي عنها انها عبارة عن عين انفرس هيك. هاي بسموها العلاقة العكسية. ايش يعني علاقة عكسية؟ يعني خلي المجال مدى والمدى مجال. اكسر شو بتصير عندنا هون؟ واحد واحد بيظلها واحد واحد. اثنين وواحد هي واحد وثلاث بصير ثلاث وواحد. بعدين أربعة وواحد وبتمشي لحد ما تخلص العلاقة، لحد ما تخلص كلها. طيب سؤال، مين يعطيني مثال على علاقة موجودة في الحياة العملية؟ إحنا هذا كله علاقات رياضية مجردة. العلاقة سين في صاد، سين في صاد حاصل ضرب الديكارتي، بنطلع كل العلاقات الممكن. طيب مين يعطيني مثال على علاقة في الحياة العملية؟ لما أتكلم عن علاقة معناته أنت قاعد تحكي لي عن مجال، تحكي لي عن مدى أو مجال مقابل، وبعدين تربط علاقة. شو أكتب في المجال؟ شو أكتب في المدى؟ وأربط بينهم. ممتاز، أحسنتي. احكي لي. أردن. عمان. سوريا. بكفي. هذا اسمه المجال. أعطيني المدى. عمان. مسقط. دمشق. الكويت. كيف أوصل أسهمي؟ أردن عمان. عمان مسقط. سوريا دمشق. والكويت شو بتضلها؟ هل هي من المدى؟ لا. إذا هي مش مدى، هذا اسمه مجال مقابل. المدى بس اللي وصلهم أسهم. اللي وصلهم أسهم مدى. اللي ما وصلهم أسهم مش مدى. بس اللي وصلهم أسهم. حلو اللي عندهم الكلام؟ طيب الآن هذا كله على بعضه اللي أنا شايفه قدامي اسمه علاقة ممثلة بمخطط سهمي. شو اسمه هذا؟ مخطط سهم. العلاقة ليست فقط الأسهم اللي بتوصل، وليست المجال فقط، وليست المدى فقط،
كل هذول على بعض مع القاعدة اللي بتربط بينهم شو بصير اسمها؟ بصير علاقة. سؤال، لو بدنا نوصف هاي العلاقة باللغة العربية شو بنقول؟ يعني الأردن، شو أكتب بالنص؟ عمان. شو بتقولي؟ عاصمتها. هاي بتزبط مع الكل ولا لا؟ يعني لو كتبت عمان عاصمتها مسقط، إذا إيش العلاقة؟ قاعدة العلاقة في الحالة العاصمة. إذا قاعدة العلاقة العاصمة. طيب غيرنا عكسنا الأسماء، شو بتصير قاعدة العلاقة؟ عاصمة. أو شو مين المجال؟ مين المجال؟ المجال لو عكسنا الأسهم مين بصير المجال؟ المدن العواصم. مين المجال المقابل؟ الدول. شو بتصير ساعتها؟ عاصمة، مش عاصمتها. تغيرت قاعدة العلاقة، تغيرت قاعدة العلاقة. طيب بدي أحط مجال، اعطيني بعض اسماءكم. محمد، احكي. أمل. فاتن. مين كمان اسم؟ رنا. بكفي هيك وعملت هيك.